بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إثم سلم ربي في اللون إثل هي ظل عقل وقذوال إذ جاني مزهورة إثل هي ظل عقل في كوانت كمي الناس ناس إثل هي ظل عقل لو كان وردي زوار الحمق ربي سبحانه عز وجل يفضل البشر بني آدم سيطاسن الصفات سيسن صفة العقل لانت أربع موجودات أربع إلا مقارن الجمادات بدين الجماد دزرو ذكر ذين شوفان ذو قزرنا ذو قهر الجماد لا يتحرك إلا إذا حرك إلا النباتات أشجار في قذقي سعنت الصفات وثنتسارة وزرو الشجرة تنمو التجرة تتمغر تسوغال تزيزا وتتاكد الغلة أزرو ريسا على الشياقي أزرو ضزرو خاطر لو كان يتسمور وزرو أزرو إلا ندي الحيض أدي يفاق يتسمور أدي يفاق في كذاكي أمور بديهية ولكن أساس الفهم ربي ندفى فهمناها سليمان الفهمة يفذلي سيد ربي وثنتي كلتي القرآن فقط لا يا فهمة ولكن إني أظن في ذريتي داطاس باش كان فهم باللي سينا قرني ثقفيلي تفكيد الفاهم ولا مولي غري ورا أعطيني الفاهم له لقرا باش أدوضغ نعمة العقل نغد الأشجار والنباتات سانت الصفات خصائص لكاركتيريستيك خصائص لا نجدها في الجماد يلا انا لي شويط نروح للذيور الحيوان ذا زقر ذي شري صاغات ذي زمر وكذا كي سعن الصفات وتسعر الطجره مثلا الحيوانات تسحريك انت للذيور تفرفيرا ولكن الطجره وتفرفيرا لا صافي انف باللي الصنف وش ثلاثه روزيام كاتيجوري وساون الحيوانات والطيور وما شابه يا الله ادنى سويس اربعه ذنكني البشر البشر وكذاكي ارقى الموجودات هم البشر نمسفان في الناس ولكن ارجو فيه رسالة نظام مهمة باللي ربي سخر كل شيء ابن آدم يسخر دازرو أكل التجرة الحشيش الذيور الحيوان كل شيء كفوس ابن آدم مسخر وما أزقر وسنفكاون الزميرالة يوزقر ذي القوة نغيو الغم ولكن قدر الله اقتضت حكمته أن يسخر كل شيء للإنسان وهو أرقى الموجودات سبحان الله صافي إذن هذا المقامنا ولكن هذا الإنسان ربي سبحانه يفكيس النعم التي لا نحصيها عددا منها نعمة العقل إثل هي ظل عقل وكذا سنتنا إثل هي ظل عقل العقل مناط التكليف قاعدة فقهية العقل مناط التكليف ما معناه الإنسان اللي ماشي عقل غير مكلف واحد مجنون ما تقولوش صلي ولا صوم مجنون العبد يسلفن
ادي فكر ربي شفاي مضان وغسل ربي خاطر باش نظر نعمه العقل ونتسينا القماس سوى من ولا مطروحا نغن ولا وين مطروح قرن الصحه تاج فوق رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى تزمرث ذي التاج سفلي قراي بقذي صحان بقذي جهدا وثي توالين ذي موضان ذا موضين راه يزرن دا شو سوات الزمرث يا غير ثقبالي ثقران اخوني فك ربي ثا الزمرث انت زمورث خاطر زان تا زمورث امش تجهد ذاوان الدعوة الخير اخوني فك ربي الجهد نغ الصحة نغ ثا الزمرث نتزمورث وثا الزمرث ورث تنوزو ذي السواق كل شيء تنوزو ذي ثحونة ذي اللوزينات ذي الشركات ولاش ثا الزمرث يتنوزون ذي السواق أين تبغيض تاغض إسكو ثلا اللوزين يدي صنعان ثا الزمرث أفوسا دار العقل الأول ولاش ذيني مي الصحة يا كيف كتشي ضربي ذيو سن نعم من سيدي ربي في مقارنين أدنو غلغ العقل العقل مناط التكليف يعني العبد ما يلا يروح العقل يتورفذ القلام يرفع القلم عن فاقد العقل وكاين أحكام شرعية وأحكام قانونية للوا القوانين فكانت يلا زيد ذاغ العقل ذنسا يسري يخدم في نادم العقود والتصرفات اي غير فورا النوتير ذي روح يوان خاصة مغارا يعني نغمة يفان شوية كان باش هذي يخدم دوناسيون هبة هذي يخدم تيستامون وصية يعني يسمى عقود التبرعات نوتير كي يحبس او يد سيرتيفيكا او يد الشهاده باللي ساد العقل مولاش تزنزل كلش كلش هذا يروح وبيان سور لانه قاعد يخدمنا كا مالوريزمون اذا قاعد في ميساج يجهد يدريا يتبروفيتيني مولانا وحريشين مي قوالا بافاس يبدا يروح ديك السنت اثيا وذي حواس اثيا غير طبيب اس ديوي الكيلو البنان كيلو تشينا من بعد سينا بافا واش رايك يلا فحانو سنين غا كالني غا يا شحال يقدر ذلاجو قرني ثقبيلي ثيوث انتطا تساقوذ يوثت ما إلا ولاش الشغالة بقى على خير أواد وينور نتسواد ربي أنا عامل واش حال لي دوناسيون من الميدفاننت أبري ميقموث ميقموث هادي نتقيوان هوني سفايدين أسيني حبس ما كانش لي ريطاج ولا شتريكا على ما صيغ الكارو في كل هادي السفغ عقد البيع باللي فافاسي الزنزاس نسى دوناسيون ها هبه ولكن ديال الكاغض كني اوغغ فافا الزنزي فافا مشكله لذلك العقل وحدس ما يكفيش غسيلها الى قد يس الوحي الوحي نسى في قرزن اسي خدمين في دروت اسيني ها روح لا يزمر بعد ما يستخدم العقل يسي وهدو يهدو اما ذي الثقافه اما ذي الحضاره اما ذي لا تكنولوجي انا عامل يسعى العقل مقر مي استخدم في خسار يعني استخدم عقله للدمار لا للعمار للهدم لا للبناء
للتفريق لا للتجميع، لزرع اليأس لا لزرع الأمل. كل ذلك حاصل ماذا وين يوفق ربي أما سادس العقل يثلهيض العقل صافي ثورا نفهم ياكل لي زونغاجمون لي كونطرا العقود هكا يخدم بادم الى قلع عقل مولاش نو مولاش يحجر عليك في اللاين بروسيدور ديال القانون ديال القانون مع القانون 0809 قانون 4811 قانون 5850 قالت القوانين الى ذي الشرع يون ما الا يروح اسل عقلنا كذا وقاذن خاصة ما الا ارجازاكي الى التاجر بسم الله ما شاء الله يسناك الغشي الزمر هذا كمل لي اسمي اي مولاني سزران باللي ذاين ارجازاكي وصدق قيمتا لي كاباسيتي ني صدق قيمه للقدره العقليه أدخل من لا بروسيدور الى الصحه تشرعيت ذو القانون يستصدرون حكما قضائيا بالحجر عليه حمايه للاموال والمال كليه من الكليات الخمس الشرعية التي يجب المحافظة عليها الشيء يسعى مازال ذي الشرعية ولا ذي الدنيا مرة لذلك الحجر كذين جوزا أما ذي الشرع أما ذي القانون نفهم يثل هي ظل عقل أدنوي ذغل عقل سمحتي ذي السوق ذي السواق ما يون يستخدم العقليس يرنيس الخوف الربي تقوى الله تشرعيث وريت تاكرارا ما يبي طوموبيل اتي الزنز ما تسعى العيوف اثنتي ديني كيناك زز طوموبيل نعم تسعى العيف كذا وكذا 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 خاطر يقاد ربي يمر يقاد ربي يزمر يستخدم العقليس هذه ترافيكي اكونتور أكيني نسات الحا 300 كيلومتر أكيني تلحا كان 15 ماكسيموم خاطر في لا سيركال دو كراج أكديو ثما شاهوت أتسم نوض الخير ربح يستخدم العقليس مالوريزمون ديت خسار يبيد دريمة يبيد دريمة مليح ولكن يبيد أين لقبيل ربي يبيد أين حرم ربي سبحانه لذلك دو كوفري داسين رانا نمشيو كاع في الطريق سمحوا لي كان كاين العقل يكونوا لي زاكسيدون كيما رانا عايشين ضرب ارهاب الطرقات كلمه صدق قائلها الرفراف افرذان درك واحد كي يدخل الطريق يقول لا اله الا الله محمد رسول الله كود لارو تديرو كيما حبيت مازال الهموم مازال إذ الهيض العقل لو كان إلا العقل ولا ما يظلمي كي دوينا سعو العقل تخري ثغنانت تخري الحمق أسين سيمون دروا إيه ذا شو تربح ما تخذ مملك سيدة الوقت يروح كونستا أتخم ظلون كون برماو كل غشي وقيمة السلك هذا إذا ضر الموت مضر الموت ما تقولش نعطيو له كاين لاسيرونس لا لا ما تكفيش لاسيرونس كاين الآية 92 من سورة النساء القتل الخطأ ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا الدية الشرعية كي تقتل واحد ماشي 100 مليون ولا 200 ولا 700 مليون ولا مليار ولا مليار و700 ما قلتش مازال اني نكمل خير ما نقولش وراك رايح ممكن تقول انا نسلكها في الدنيا من بعد سلكها اوه شحال كيما انت اللي سلكوها في الدنيا من بعد الهيه يا اخي كاين لا في ايترنال لا جوستيس ديفين كاين يا اخي كاين ربي كاين الاخره ربي قال في سوره البقره الايه 281 واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما انت تحزفم إوا سنقارو ذياتو غالم غير ربي سبحانه. كلي ونيني زرع في غلف أينك خدم ذي الدونيث أثياف ذي الآخر ولا ما يسلك ذي الدونيث وريت سوعاق ذارا وري خلصارا وريو زانارا كان اللي يقتلو وما يصومش ميبا شهرين يعني بولوي نورمال سلك لا لا لازم شهرين متتابعين اللي قتل بعيد الشر زوج يصوم مرتين أربعة شهور يصوم شهرين ويزيد شهرين فقط عنده الحق يخير وقت الشتاء وقت يعني كاين دي ديتاي دي فافور ماشي وقتها. المهم سمحوا لي طولت شويه في النقطه هذه باسكو مشكله العقل يمثل نفسي يا خويا صدم هو بالك مسكين ما رقدش بالك عنده المشاكل في الدار هي كان اللي يدخل يخرج من الدار عنده الهموم يصدم برك وياما الناس داروا دي زاكسيدون حوادث بسبب الهم يعرف يسوق ولكن الهموم الله غالب اهرب اجاس ما تزمرض ماذا ين الله غالب الله غالب على الاقل ضمير مرتاح تخريف غنانت العقل ما يقبلش تا غنانت ادنو غال المواريث خاوة كانوا هاك كيما تباباهم يا حسرة كل واحد عينو على بعيره كيما يقول صحاب الصحراء يقول لك القافلة قافلة القافلة قافلة كل واحد عينو على بعيره أم ذياز الحاج رمضان محفوف في الناس يعفو يرحم إن يكتوساد نموس الحرف الثا الصورة يوثه ثوثا الروح يساعد دالمرثا لا تتسن الوراثة كل يونكن يتمني يون في طيس في الطوموبيل ويضف لي كونت ويضف تراكتور قريب الشتوى ان شاء الله يفكر بي لهوا كل يوم ندى واحد عينو على الحانوت نتاع السونتر فيل يديه يخدمو 20 سنة كي يقسمو التركة يقولك والو نتاعي سيت انا كي انا اللي خدمت وتعرفوا واش ورا العقل هنا ما كان لا الشرع لا العقل لا والو يثلهيض العقل ذيني مي العقل لكن حوايج ذي كلش الراجل مع المراه شويه زعاف شويه برك يا المراه انت مطلقه 33 درك مين مطلق اون كرو وهذا مخالف للشريعه هذا يسمى طلاق بدعي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له بلي فلان طلق مرته ثلاثة ها ماشي طرون طروة ثلاثة برك تعرفوا واش قال لهم زعف قال لهم أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم الطلاق مرة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ناس الفلاني يفريث مطوثي ثلاثة كان يزعف يفقع يرفع إن يسمح وقيد العاد طيب إثلهيض العقل لو كان الا العقل وسي في الرويره سي وما في وظن ذا ثبض لو ديرني روكو راه ما كنقارن ام المقص دقفوس الطبيب المدسان تروح على ديك لوبيراسيون وكي لانكالو يثلهيض العقل ذي تريكا يثلهيض العقل ير الجيران يثلهيض العقل يثلهيض العقل العقل يلهذي بكل شيء لذلك ربي سبحانه يفذرد العقل ذي القرآن أكثر من ألف مرة ألف مرة يدي يهضر في العقل الآيات كثيرة أغدي قار صخذ مثل لغنون أتوالي مثيذت صخذ مثل لغنون العقل نون أكوني وفق ربي الصواب سخذ مثل عقل نون باش تفهم من القران خاطر لو كان سخذ ومش يفهم القران ما تفهموش انا اعطيك مثال ربي في سوره الذاريات الايه السابعه ان دو السماء ذات الحبك ماشي المثغر الاسترونومي باش تفهم خاطي اتفهم وين غران الاسترونومي خيري خيري هو
ولكن ذي الآية 29 يندوى في الأرض آيات للموقنين، ولكن القاعة ربت وحده ضربي يمشي يخدم جنوان، يمشي يخدم القاعة، يسفن البحور التجور ذي العجب مثلا مثل الله جرونومين الله جيولوجي، لا لا سخدم كان اللغي. وفي الأرض آيات للموقنين الآية 20 في سورة فصلت الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذا لقد استخدم العقل، العقل باش نفهم القرآن أو كذا السنة إلاق نستخدم العقل، باش نخدم العلوم والمعارف إلاق العقل، باش نذير ذي تلويث إلاق نستخدم العقل. يثلهيض العقل ما يروح العقل، ربي غفور رحيم. إذا سلب الله ما وهب أسقط ما أوجب. شو المعنى إيه؟ ما يكسر بالعقلي في صحة سبب القلام وريش تنفلاس وريت زلارة وريت سوزمرة الزكاة نو الزكاة تدفع بس قال الفلاني جدين غعمي فليت العقل ما يزكيش، لا لا الزكاة إلا قد يسعو ومقارن النيابة الشرعية يسعو الولي تيتر يسعو وصي يسعو مقدم على حساب الوصف 78 على حساب القانون على حساب الشرعي إلا قد الولي، الولي اللي يرعى شؤونه القانون 411 اللي هي النيابة الشرعية الولاية والوصاية والتقديم في غادي نغبل لي الزكاة تدفع. ماذا إن النظر اللي يخدم نسا وحدس أكام الظلي ثكام رمضان رفع عنه القلم، رفع عنه القلم دي ثيارة دينا غايث مثلا إلا قن حرز العقل ذيني مي الشرع دي قار الشرف ذي الحرام نختمها بهذه هي الزيكي ودي الجاهلية قبل الإسلام لنا سيغروا الصدر الشراف أكرمكم الله إنيس كيفاش نشرب اللي يشرب عقلي أمشي السوغ أين ريسون نغين يسفغن لعقل ذيني مي الشرع دي قار ذو الحرام ذو الحرام كل ما يضر العقل من مخدرات لا دروغ ذغا ساقي لا دروغ كلنا على خطر عظيم للشراب يكفي هذاك السفغن لعقل المسؤولية جماعية المسؤولية تضامنية كلنا مسؤولون يكن من الله نسعى المسؤولية ونبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته إثل هيض العقل إن شاء الله غيفك ربي العقل ذي المعقول وغيفك ربي لهنا ثلويث وكن الصربي صراغ أما ذي الدنيث أما ذي الأخر جاءهم ثلويث سلام ربي في اللون.